طلب من الجمهور، طلب من الجمهور. لبنى نعمان راهو شيء كبير. شنو احوالك؟ عسلامة عزيزتي، صافا لاباس. شنو احوالكم انتوما؟ الحمد لله الحمد لله. داري دارك يا لله يا لله. مرحبا مرحبا بيا في دارك ومرحبا بيك في داري. اكتمان سمعت لوماج اللي عمله لك نجيب بالقاضي، ايش حسيت لبنى؟ بكيت يزي يزي والله بكيت. تعرف نجيب قديش وإكزيجان، معناتها الكلمة ذيك تسوى ذهب. نعرف نعرف نعرف. اليوم ما يعرفش الجامل وما يعرفش يقول حاجات مش من قلبه ومش مقتنع بهم، دونك بالحق حاجة فرحتني وجيتي مو، معناها خاطر كأنه حد كأنه حسيته كأنه شعل في الضوء الأحمر. والله تعاش بيكم، معناها راي لبنى ممثلة به يا وراو. بالحق مانيش لاقيه الكلام من نهارتها. لبنى مش اول مره نسموه الكلام هذا، معناتها اللي يخدم معاك يبهت ويقول كيفاش الطفله هذه ما خطفوهاش قبل. التمثيل قد ما نحكي وشويه، الصوت قد ما نحكي وشويه، المبادئ الاخلاق، الثقافه العامه، الثقافه الفنيه، التموقع السياسي، معناتها فنانة بأتم معنى الكلمة. يظهر لي هذيك مشكلتك يا لبنى. يظهر لي أي ياسر ياسر عاش حايش قلي. يظهر لي ولات مشكلة بالحق أمال، تو إنك تكون عندك مبادئ، عندك اختيارات، عندك ليزيكزيجونس متاعك، معناها كل شيء تختاره خاطر عنده معنى، مش خاطره جست باش يجيب لك فلوس ولا باش يجيب لك شهرة. ما نعرفش، انا ساعات يوصلوني حاجات كيما فما ناس تخاف منك خاطرك صعيبه، خاطرك اكزيجون. ما فهمتش عليه، بالعكس معناه نورمالمون الفنان الاكزيجون والصعيب هو اللي مطلوب، خاطر هو بيدو اللي باش يكون عنده قيمه مضافه للشيء اللي باش يقدمه للمخرج ولا لصاحب المشروع اللي باش يتعامل معاه. معناه بالعكس نورمالمون هذايا اتو، ماهوش حاجه تخلي الناس تنفر ولا ما تحبش تتعامل معاك، فهمت؟ يظهر لي بالعكس قاعدين نخدموا نجبدوا للوطة مش للفوق، النيفلمون باغ لو با، في عوض النخبة الثقافية معناتها بالكشي أصعب شوية لاكسي ليها، أما ما يسيرش العباد يستانسوا ويتثقفوا. لا احنا معناتها قد ما تبدا مخك هكا فارغ شوية كيكي كيكا كاكا وذيك الشي يعجب. أنا بالنسبة لي هذيك اش قاعدة نعيش ونحس في التلفزة يا أخي، أنا ما نحبش عندي برنامج كيما هذا في التلفزة. لا يزمك تعمل البوز ويزمك تعمل المشاكل ويزمك الفنان كي تجيبه، وانا تفكر مرة فلوريات يعيطوا علي يقولوني بكيها بكيها، علاش باش نبكيها؟ المرأة جايتني بقدرها وبفنها. بونجور مسيو مهدي شكرا. مهدي وانتي بابا شنو احوالك؟ بابا عايش. ميرسي بور لاسيستونس تكنيك، بلاش بيها ديما لاسيستون تكنيك معايا، وخاطر انا في التكنولوجيا حاجه ضياع معناها. تمام قلت لك اي نكملوا. نحكيو على ما ثقافه البوز اللي هي ولات هي الشرط معناها الموجود، خاطر هو حتى البوز ينجم يكون بنيفيك معناها دون لو سونس فيه معنى، معناها مش كيما تعمل بوز الفكره حاجة معناها فيها تفكير، معناها كيما تعمل البوز بفضيحة. توا المشكلة اللي ولاو معيزمك تكون عندك فضيحة ولا عندك حاجة بيزار ولا عندك حاجة خاصة باش انت تعمل البوز، فهمت؟ اللي هو بيظهر لي معناها فكرتني في حاجة لبنى. عامين ولا ثلاثة سنين التالي بغصتك انتقت وقلت انا ساعتزل الفن، معناتها يزي سماح ما فهمتونيش ما لقيتش بلاستي يزي. يا اخي وقت عيطوا لك وقالوا لك لا تلوج على البوز، معناتها تفهم اللي ما فهموا شيء. اون فيت لبنى نعمان تقول لك يا ولدي راني ما عادش نجم، راني بغصتي، راني نحب عندي 2000 فكره في مخي ونحب نعبر، اعطيوني فرصتي وخليوني. ويعيطوا لك تقول لك تلوج فيها اي، وبعد يقول لك انت هكا مع بطلت ما عادش باش تعتزل، معناها انت هذيك عملته باش تعمل البوز اللي هو معناها
أصلاً الناس اللي تعرفني تعرف قديش أنا حشانة، تعرف قديش أنا ديسكريت، ومن معناها الأضواء ما نحبهمش هكاكا، نحب حتى كي نكون في الضوء نكون نلمع بالحق، عندي حاجة نقول فيها، عندي حاجة نقدم فيها للناس، وقتها حق نلمع. لبنى توت لي سي المهرجانات نخمم في حمامات وفي في وين ريتك آخر في 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 الكيف يظهر لي وفي بنزرت شنو ما عملت دو تري بيل دات سي دو ديرنيير زاني. احكي لي شوي. عملت حمامات 2017 كانت حفله ياسر مزيانه، وعملت كارتاج عم ناول مع صديقي اسامه فرحات، معناها باختي حبيتها في السبيكتاكل نتاعو سيد درويش واخرون. عملت بوكو دو دات معناها في تونس الكل، غنيت براتيكمون في تونس الكل من شمالها للجنوبها. وفما ديدات نحبهم برشا في تونس الداخل اكثر حتى من لي غران سين، معناها خاطر فيهم برشا ايشانج مع البوبليك وبرشا برشا فخر باللي نعمل فيه، معناها انه يوصل ياثر في ناس اتفق الجميع على انهم ما يحبوش الموسيقى الباهي وما يحبوش الفن الباهي. دونك هاك المفاجاه اللي ديما نحكيها انا داير، خاطر عمري ما ننساها المراه هذيك، مراه في النويل في الجنوب في اقصى الجنوب في دشره في الجنوب الداخل، مراه كبيره طلعت لي سرسان وباستني من جبيني وقالت لي يا سمحه يا باهيه محلاك ومحل صوتك ومحلى اللي تغني فيه. هذيك يخليني نقول لي انا جو سوي سور لا بون فوا، معناها تجيني مراه كبيره وتحب اللي انا نعمل فيه اللي هما يدعيوا اللي الشعب ولا يحب الحاجات المنحطه والطايحه. بيان سور الشعب كيف يستهلك يلقى ما عنده كان هذاك يستهلكه، كي يلقى انه ما فماش ايكيليبر معناها بين الحاجات الباهيه والحاجات اللي مش باهيه، دونك باش يستهلك الخايب. ديما كي يجيني الاكزامبل نتاع الساندويتش، كي يلقى هو حاجه موجوده نتاع ماكله هذيك هي ياكلها يستهلكها، مي كي ما لقاش له شوا في الكاليتي ما نجمش يختار. دونك المشكله انه كي وقتاش باش نفهموا اللي خلي الناس الكل تاخذ بلاصتها وخلي الناس تختار، تو حدها وحدها ياثر فيها هذيك. اي ما قلناش اعطيني ليانا برك الميكرو، خلي فما الجاسترونومي وفما المقلوب، معناتها كل واحد ياكل انا بيدي كي نمشي نسهر نحب نسمع موسيقى تشطحني، معناها مش خليني ياسر نفكر ديما. بيان سور انت والبلاصه وانت والليفينمون اللي باش تمشي له، اما كل شيء لازم يكون موجود ولكن يكون موجود بعدل. نجم ندلل عليك شويه؟ اي عزيز نغني لك حاجه. شنية عنديش برشا فقت من النوم. انتي عندك حاجة تحبها سبيسيال ما ولا عاوني معني؟ عندي ثقة عاوني ما كتعرفني ديما نقولك زعما شنية تاو شنية فكر مهدي النجدة انقذني. ديما مهدي عاون ديما عاون فيا. شنية الغنية ما عنديش حاجة في بالي. خلي تو نلقاها كمل الحديث تو نطلع لك بها. احكي لي الكونفينمون كيفاش عشت وش صار فيك، تخسرت ولا بالعكس تفرهدت وتنفست وشبعت ببنتك وش عملت؟ شبعت ببنتي سي وشبعت بيا بون البيريود الاولى سورتو، مي زاد تعبت معناها تغصورت وخفت برشا سورتو البيريود الاولى، معناها دخلت في هستيريا نتاع اي. انا بطبيعتي عندي شويه تهلويس معناها في النظافه والجفال وكل شيء والجراثيم وكل دونك مع الكورونا زدت هبلت شويه، معناها الجفال يديا تهريو البيريود الاولى، معناها خاطر ما خرجتش وما خديتش ديغون وقعدت في الدار وحاصره مهدي ونغم في الدار ما تخرجوش ليه، حتى مهدي باش يمشي يقضي مثلا نقولوا ليه هاو عندنا كل شيء ما تخرجش. بعد بشويه بديت نتنفس معناها توا سي مخك مرتاح تو ني بلو ستريسي. توا خير برشا خاطر بديت نتعامل اوترومون مع الموضوع، اما البريود الاولى تعبت برشا
وهبلت على الكوجينة اللي أنا منحبهاش برشا الكوجينة دونك وليت ساكنة في الكوجينة نطيب ونعمل في الخبز ونعمل في الدرشنية ونغسل في المعون وبعدك هاو قلت لي فديت ماش نحب ونقصت جافيل نقصت كل شيء توا بديت الحكاية تاخذ البعد قاعدة تتفرج شوية في المسلسلات شنو تقييمك للي شفته وشنو اللي عجبك شنو اللي تبع فيه الحقيقة ما تفرجتش برشا تفرجت في النوبة أكهو وتفرجت شوية في 2050 عجبني 2050 نحب وانا ديجا البروجي هذاك من قبل ديجا خدمت فيه خدمت معانا لبنى فوالا خدمت معانا تفكر اي ويعز عليا معناها ويعجبني ان طونك بروجي بالنسبه ليا جريء معناها وذكي وغامر وكل شيء ومخدوم بالكدا دونك برافو ليكم الكل بالحق محلاه النوبه بيان سو خاطر النوبه من عمري ولينا حبيته كيما الناس الكل وبالنسبه ليا تنفيسه معناها النوبه في عالم الدراما في تونس كنت نتصورك فيه سي تون اونيفير يظهر لي نوبه كنت نجم تتاقلم بسهوله تامه وي وي وحتى انا تمنيت نكون فيها ما كان مش كاتب توا تمنيت عبد الحميد عيط لي شويه انا ساعه من الناس اللي ما نجمش ما عنديش الجرأة الحقيقه نقولها فهمت اني نكلم حد ونقوله خمم فيا صعيبه 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 هذيك علاش كلام نجيب بالقاضي محلاه خاطر هو الى طوندو لا بيج بوغ توا مش عملت من وقتها من فيلم باستاردو نتاع نجيب خدمت ادوار اخرى ولا لا خدمت فلاش باك المسلسل مع مخي معمول أو مقلوب المهم فلاش باك مراد بالشيخ تحية والدور حبيته برشا هذيك ونحسه ما خديش حقه هو المسلسل هو بيده ما خديش حقه ودوري أنا هذيك ما خديش حقه اللي هو دور مهم برشا بالنسبة لي أنا وداير هو الدور اللي خلاني نتصالح مع التلفزة معناه نولي نخمم نخدم تلفزة خاطر قبل كنت شوية مترددة مع التلفزة وبعد خدمت مؤخرا فيلم مع أمين لخنش اللي هو True Story اللي خذي تاني دور للكور متراج في الجي سي سي وخذي بوكو دو بري في العالم مالوريزمون جات الكورونا ووقفت الدنيا كل خاطر كل شيء يدور برشا داير هذه تصويره من بلان في الفيلم صافا اللي هو هديهولي أمي لخنش في عيد ميلادي مانيفيك أنا باش نعملك هدية توا زادة باش نذكرك بلحظة صعيبة أما لحظة مهمة برشا ولحظة أمل وما نجمتش نعمل الحصة هذه معاك من غير ما جوغون أوماج لينا بن مهني آخر مرة تقابلنا في دفينة لينا الله يرحمها واللي عملته وانت نهارتها ما فهميش كلامي نجم يعبر لوجت في تليفوني وقت انا كنت بحذك دونك نجمت نصورك هاني باش نجرب نعمل بارتاج ديكران فوالا نقول لك باي باي عزيزتي نقول لك ميرسي ميرسي ونتفرجوا مع بعضنا في اللقطه هذه اللي هي صعيبه مي ياسر مزيانه نسكت باي لينا تتمني في ولفك تترجي وما زلت تتمني في ولفك تترجي وما زلي وليدي ما زلي وليدي ما زلي وليدي بترابك يا شيئا وما زلت بالخير فتحابي عاني وتغني يا لالا يا لالا طريق الحب نجيك وما زلت بالخير فتحابي عاني
طريق الحب ينجي إن شاء الله. وهذيك هي لينا وفات. نهديو حلقة اليوم لصادق وآمنة. لينا ما ماتتش راهي، لينا عايشة فين؟ بيان سور. ما ماتتش. عارف قلت راني سي سور راني بديت بها داري دارك. سي سور كان جات بحذانا. ما يسالش. هاي في قلوبنا. لبنى نبوسك برشا. قول لك ميرسي بوختو. عايشك. سالني غنية. شنو؟ سالني غنية. اي اي نسالك اغنيه بالحق. اي فازي اون فيني اون ميوزيك. صعيبه بعد ما هذاك علاش انا بالنسبه لي وفينا بالغنيه هذيك اجمل ما فما معناتها. وي صعيبه خلينا هك خلينا ما فهميش ما ازين هاني قلت لك نبوسك برشا عزيزي. ميرسي بوكو. ميرسي لكم. Ciao. Merci.